عارف ومعروف لا يحتاج إلى تعريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا تراثاً في آفاق العلوم، وقضى ألا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فقال في ذلك قولاً سرمدياً أبدياً متيناً رصيناً، وأنزل فيه الكتاب يتلى على رؤوس الأشهاد بكرة وعشية. ثم الصلاة على المعصوم سيدنا أزكى البرية إيماناً وعرفاناً، ما ناد برق ما ناد برق وما هب النسيم وما مس الحجيج لبيت الله أركانا أو قهقه الرعد أو قهقه الرعد في هباء مجنة أو ناح طير على الأغصان أزمانا. والآل والصحب ثم التابعين لهم على المحبة إيمانا وإحسانا. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فصلوا عليه وسلموا تسليما. تنساب الأيام من بين أيدينا كانسياب السفينة في عباب البحر، وتضطرب أمواج الحياة فتتقاذف راكبيها، فلا يعلمون أي أمد قد استقبلوا ولا أي أفق قد اعتلوا، حتى تفقدهم الأيام قائلة طوبى لكم وحسن مآب. الحضور الكريم كل باسمه ولقبه ومكانته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، فأنتم ساكن هذه القلوب قبل أن تكونوا داخلي هذه القاعة، فحللتم في قلوبنا أهلا ونزلتم في هذه الأرض سهلا سهلا. الحضور الكريم يسعدنا ويشرفنا في هذا اليوم وبحضوركم جميعا بالتعاون ما بين جامعة فلسطين ومركز نفحة لدراسات الأسرى والشؤون الإسرائيلية أن نطلق أول منصة للتعليم الإلكتروني بحضوركم. وبسم الله نبدأ الخطى، وبدعمكم وخطاكم وثقتكم نضع الحرف حرفا حرفا بسم الله والله شاهد، ودعمكم معنا خطوة خطوة. فأهلا وسهلا بكل من أتى ليكون معنا اليوم في هذه الخطوة. اقرأ كتاب العارفين ونظهم، والنون تحكي قصة الأقلام. لا يستوي من يعلمون وغيرهم، هل يستوي نور مع الإظلام؟ لا والله لا يستوي نور القرآن مع أي إظلام. نبقى الآن مع خير كلام وخير بداية، القرآن الكريم يتلوه على مسامعنا الأستاذ وليد الأغا، فليتفضل وعناية الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. فتح الله لك. تحدثني دليلة فيا لغة صمتي، تحدثني بصوت نهي عن أرض السلام، عن جميلة حنطية بشعر عربي أسود.
تحدثني دليلة باسم مريم وقرع الكنائس وحي على الصلاة حي على الفلاح. تحدثني بصوت جدتي التي ماتت مهذبة مفتاح بيتها. يا ترى عندما نعود أتعرفنا الأرض أم تلفظنا عتابا؟ تحدثني بصوت تميم معاتبا يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا. يا كاتب التاريخ أعد القراءة مرتين إني أراك لحنت. الأرض تهتف لرفاق فدائي فقفوا معي لتحية الشهداء. فالأرض أرضي والدماء دمائي. أما الآن فلنرجل عن مقاعدنا للعنوان الفلسطيني وسلام الوطن الفلسطيني. نبقى الآن مع كلمة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد أبو سعدة نائبا عن رئيس الجامعة الدكتور سالم صباح فليتفضل على بركة الله وحفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي سعادة الدكتور محمد الصيام وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، أخي أستاذ أحمد الفريد رئيس مركز نفحة للدراسات، أيها الحفل الكريم، الأسرى والمحررين، الأسرى والمحررين خلف القربان والمحررين بإذن الله. أيها الحفل الكريم، كم نشعر بشيء من الفخر والاعتزاز أن تشارك جامعة فلسطين نشاط يحاكي ويلبي طموحات الفئة والمجموعة الأهم التي وقفت وما زالت تقف على حدود الوطن لتدفع أغلى ما لديها من عمر ومن شهادة ومن أسر وتعذيب واعتقال تجاه هذا المحتل الغاشم الغادر.
لينعم كل مواطن فلسطيني بالحرية. هم يؤدوا على بكل رحابة صدر وافتخار واعتزاز قربان لحرية شعبهم. فأينما وكيفما ومن كان منا مؤسسات مركز نفحة جامعة فلسطين وكل مؤسسات الشعب العربي الفلسطيني تقدم ما تقدم تشارك ما تشارك لن تفي هؤلاء الأبطال ما يستحقوا من عناية ورعاية بكل ما أتينا من قوة. هؤلاء الأبطال لم يكونوا أبداً بعيداً عن شعبهم وفي أحلك الظروف حينما انقسم الشعب العربي الفلسطيني وما زال كان النداء الصوت المجنزل الذي بعث برسالة قوية يقول بأن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون إلا واحداً موحداً بإذن الله. هذا هو الفكر وهذا هو الرجال وهذا هو التفكير وهذا هو ما يجمع الشعب العربي الفلسطيني. فماذا يمكن لأي مؤسسات الشعب الفلسطيني وكيف يمكن لها أن تتخلى أو تنسى أو تتناسى أو تتجاهل أي مطلب من مطالب وحاجة من حاجات هؤلاء الأبطال؟ لذلك حينما تقدم مركز دفعة بهذه المبادرة بإطلاق منصة التعليم الإلكتروني لكل ما يتعلق بشأن الأسرى والمحررين الفلسطينيين سواء الذين قدر الله لهم الانفكاك من قيد الأسر أو الذين ما زالوا يقدمون للوطن أغلى ما لديهم وبإذن الله محررين وبإذن الله بالاشتراك مع جامعة فلسطين لإطلاق هذه المنصة. لا يمكن لمجرد التفكير أن تسأل الجامعة كيف ومن وماذا وأين. فكان القرار المباشر الصريح لجامعة فلسطين فخر المشاركة مع مركز دفحة أن تطلق هذه المنصة. فأخي أستاذ أحمد باسم مجالس الجامعة مجلس أمنائها وإدارتها ومجلس الإدارة ومجلس الجامعة نقول لك بأن جامعة فلسطين تتقدم لك أنت بالشكر أنك طلبت من جامعة فلسطين أن تكون شريكاً مع مركز دفحة لإطلاق هذه المنصة. أما سعادة الدكتور أخي محمد الصياد، لا يمكن أن نقوم بأي نشاط ذات طابع علمي أكاديمي، لا يمكن إلا وتكون هذه الوزارة سباقة قبلنا جميعاً، قبل جامعة فلسطين وقبل كل جامعات الوطن وقبل كل المؤسسات التي تعنى بالتعليم العالي مقدامه وبذات الكفاءة وأقدر والحرص وأكبر والرعاية وأكبر وجدناها من وزارة التربية والتعليم العالي. فباسم جامعة فلسطين أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لك أخي دكتور محمد صيام على هذا الدعم والتأييد لإطلاق هذه المنصة. أما ما هو مطلوب من جامعة فلسطين؟ يشرفني أن أنقل لكم أخي دكتور محمد وأخي أستاذ أحمد بأن جامعة فلسطين في إطلاق وتجسيد هذه المنصة
كل ما هو مطلوب من جامعة فلسطين مجاب. لأن الأمر يتعلق بفلسطين ويتعلق بأبطال فلسطين، والأسرى والمحررين عنوان هذه البطولة. أتمنى لكم ولمشروعكم كل نجاح وتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد أبو سعدة. نام الكلام، نام الكلام على جدار أناملي، وتنفس الصبح الجديد حكايتي، وتألقت أنسام مدح وزارتي، فلك الورود بعجب لتحيتي. نبقى الآن مع كلمة مدير عام الإدارة العمل التعليم العام الدكتور محمد بصيام، فليتفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخ الكريم دكتور محمد أبو سعدة، الأخ المعطاء والأكاديمي المميز، الأخ الكريم أستاذ أحمد الخليل مدير مركز نفح الدراسات، الإخوة جميعا، الضيوف كل برقبه ومسماه، فأهلا وسهلا بكم. كم يشرفني وأيضا يشرف وزارة التربية والتعليم العالي بالمشاركة في حفل انطلاق المنصة التدريبية للتعليم الإلكتروني، ونقول بشكل صريح وواضح أننا نبحث عن المتميزين وندعم كل من يبحث عن التميز. وحقيقة أن مركز نفحة للدراسات الذي تعلق بالأسرى والشؤون الإسرائيلية هو مركز متميز بما تعني هذه الكلمة. وأيضا الشركاء من جامعة فلسطين أيضا من المتميزين المبادرين الذين لم يتخلوا في لحظة عن واجبهم الوطني والتربوي والتعليمي. فكل التحية والتقدير لجامعة فلسطين رئيسا ونوابا ومجلس أمناء وطاقم تعليمي وتدريسي وكل الموظفين، وأيضا كل التحية والتقدير للإخوة مركز نفحة للأسرى والدراسات الإسرائيلية. لم يكن صدفة أن نقف هذا الموقف في ظل ظروف صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني، فمركز نفحة يختص بالشؤون الأسرى، وهذه قضية محورية للشعب الفلسطيني. من هنا نوجه التحية والإجلال والإكبار لأبنائنا الأسرى في سجون الاحتلال، وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالفرج القريب، وأنهم سينعمون بين أهلهم بإذن الله تعالى بالحرية التي ينتظرونها منذ سنوات طويلة. فندعو الله أن يفك قيدهم وأن يلتقي أهلهم بهم قريبا بإذن الله تعالى. هذا دين في رقبة الشعب الفلسطيني، هذا أمر لا يمكن ولا ينبغي أن يترك حفل أو لقاء أو مؤتمر أو محادثة إلا ونذكر فيها هؤلاء الأسرى الذين يستحقون منا كل تقدير واحترام، ويستحقون منا أن نضحي
من أجلهم لنيل حريتهم، لأنهم غابوا في غياهب السجون من أجل حريتنا، فلا ينبغي أن ننساهم بأي حال من الأحوال. لذلك نهنئ الإخوة في مركز نفح حقيقة لاهتمامه بشؤون الأسرى، وأيضا اهتمامه بالتعليم، وكأنها متلازمة واضحة أننا بالتعليم نستطيع أن نقهر الأعداء، أننا بالتعليم نستطيع أن نصل إلى مراتب القوة، أننا بالتعليم نستطيع أن نجبر العالم الظالم المجرم أن يستمع لنا وأن يحقق مطالبنا مبرماً بإذن الله تعالى. لذلك أيضاً حتى لا أطيل، نحن في وزارة التربية والتعليم العالي نهتم أي اهتمام في موضوع التدريب الإلكتروني وحوسبة التعليم، ولنا شوط كبير في هذا الجانب، ويكفي أننا في وزارة التربية والتعليم حوسبنا كل ما يتعلق بعناصر العملية التعليمية وكل مجالاتها، حتى أن المواطن الفلسطيني الآن يستطيع أن يرخص أي مؤسسة تعليمية وهو يجلس في بيته، لا يأتي إلى وزارة التربية والتعليم. هذا أمر قيم ومتقدم حتى لا يوجد في كثير من الدول التي تحيط بنا. أيضا لدينا برامج محوسبة سنعلنها بإذن الله تعالى على المجتمع الفلسطيني، حتى فعلا نشارك جميعا في رقي هذا المجتمع وتطوير هذا المجتمع والوصول إلى أعلى الدرجات العلمية في التي ترفع رأس الشعب الفلسطيني في كل العالم. في النهاية أدعو الله لكم بالتوفيق والسلام، وأشكر الإخوة في مركز نفحة التعليمي وأيضا جامعة فلسطين المعطاءة على هذه التشاركية المطلوبة في الإنجاز والعمل وتحقيق المنجزات النوعية وغير الرقمية. نحن نبحث عن منجزات نوعية حقيقية، وهذا المجال وهذه التشاركية هي الذي توجد هذا التميز وهذه النوعية التي نسعى لها كشعب فلسطيني في كل شيء. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام الدكتور محمد صيام. أبصر أبصر فإن الناي لم يعذف، أبصر فإن القلب لم يسعف، أبصر أبصر بعين قد عذفت ولم تكتب، أبصر لأسير قد ناقش الرسالة الأولى وضمها في ساعة الفجر ثم كتب الرسالة الأخيرة، أبصر لعين أم كتبت رسالتها ولدي العزيز، أبصر فإن الناي بعد كل أسير ما زال يبكي. هل سمعتم آخر رسالة؟ هل قرأتم آخر عتاب؟ أبصر يا ابن العزيز، أبصر يا ابن العزيز وامرر على كل حرف واقرأ، وإن لم يسعف به قلبك فإنك والله ما قرأت. أبصر بناي قد نادى من خلف قضبان أن الأسير، فإن سمعتم ما سمعتم. أبصر يا ابن العزيز، فكل يوم يخرج من خلف قضبان وجع يتلوه وجع. أبصر بمركبة قد أوقفت عند باب زنزانة منعت زيارتكم. أبصر بدمع، أبصر بدمع وربما كانت دمعة أخيرة. أبصر يا ابن العزيز، وإن لم تبصر فوالله قد عميت عيناك. أبصر فوالله إن الرسالة طويلة، وإن الكلام في حقهم لا ينتهي. نبقى الآن مع فقرة فنية والمبدعة سلمى النجار. في عتمة السجن والمصلوب ينتزف، في عتمة السجن والمصلوب ينتزف، تحكي ملامحه
ما ليس يعترف. قد كبروه، قد كبروه وقالوا مت على وهن، فانسلت العنقاء بين ضلوعه تقف. لو كان يبدو شحيبا روحه قمر، لا تشترى الأصداف بل ما خبأ الصدف. في قلبه أمنيات الصبر مؤنسة، والقلب يحمل ما لا يحمل الكتف. في صدره العاشق المظلوم إن قطعت كفاه، قامت دمى كفيه تعتكف. لو كان حب الفدا فضلا، لو كان حب الفدا فضلا فسابقنا، أو كان ذنبا فليس سواه مقترف. نيل الشهادة في ساح الندى شرف، والصبر دوما على حبس العدا شرف. أحد سمت وبلال ظل يسمعها حتى تغذت على أصدائها النطق. واقرأ، واقرأ بهمس كتاب المستعان به، فبهمسك القدسي هذا الغار يرتشف. لا يوهم النصر، لا يوهم النصر إلا إن صبرت له. من غلظة الشوك حلو الورد يقتطف. يوما، يوما سيبلغ عمر الظلم ساعته، والقيد يكسر والمظلوم ينتصف. يوما سيبلغ عمر الظلم ساعته، والقيد يكسر والمظلوم ينتصف. نبقى الآن مع كلمة مدير مركز نفحة الأستاذ أحمد الفريد، فليتفضل على بركة الله. الأخ الكريم الدكتور محمد أبو سعدة نائب رئيس الجامعة جامعة فلسطين للشؤون الأكاديمية، الأخ الكريم والصديق الدكتور محمد بدر الصيام مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام، الحضور الكرام جميعا كل باسمه ولقبه، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نحتفل اليوم بإطلاق أول منصة للتعليم الإلكترونية من فلسطين، من هنا من غزة من جامعة فلسطين، هذا الصرح الأكاديمي الكبير. فبالتعاون بين جامعة فلسطين ومركز نفحة لدراسات الأسرى والشؤون الإسرائيلية، سنبدأ من الأسبوع القادم بإذنه تعالى ببث أول دبلومات عبر منصة تعليم إلكترونية، وهذه الدبلومات ستكون ثلاثة بإذن الله في التخصصات شؤون إسرائيلية وإعلام إسرائيلي وكذلك اللغة العبرية. ثم بعد ثلاث شهور إن شاء الله سنبدأ ببث ثلاث دبلومات أخرى، قضية الأسرى في سجون الاحتلال، القضية الفلسطينية بين الواقع والمأمول، وكذلك دبلومة الترجمة باللغة العبرية. للتوضيح وبشكل مختصر ماذا يعني التعليم الإلكتروني عبر منصة التعليم الافتراضية، هذا النظام معمول به منذ وقت طويل في كثير من دول العالم وبعض الجامعات سواء على مستوى العالم أو بعض الجامعات العربية. لماذا بدأنا الآن؟ هي خطوة نوعاً ما متأخرة، لكن أن نبدأ متأخرين خير من أن لا نبدأ. فبدأنا بالتفكير في هذه الخطوة منذ 4 شهور. ميزة هذه الخطوة أنها توفر على الطالب الوقت والجهد وكذلك المال، حيث لا يلزم الطالب أن يحضر إلى الجامعة بنفسه أو يكون حاضراً، وفي نفس الوقت هذا التعليم لا يقل متابعة وأهمية عن الحضور في القاعات التدريبية في الجامعات. سنبدأ بالبث إن شاء الله عن طريق منصة زوم، وهي منصة للبث للصفوف الافتراضية معروفة على مستوى العالم وتصنيفها الأول أيضا على مستوى العالم. ميزة البث عبر هذه المنصة
أنه يحفظ حق الطالب وكذلك حق الجهة التي تدرس أو تدرب هؤلاء الطلاب. كذلك من ميزات البدء عن طريق هذه المنصة أن المحاضر يستطيع أن يتابع طلابه وكأنهم موجودين عنده، وكذلك الطالب أو المتدرب يستطيع أن يتواصل مع المحاضر سواء بشكل مباشر أو أن يحتفظ بالمحاضرة لمدة أطول من الوقت الطبيعي فيما لو كان يحضر بنفسه في نفس الجامعة. لماذا التخصصات التي بدأنا بها وتحديدا اللغة العبرية والإعلام الإسرائيلي والشؤون الإسرائيلية؟ نعتقد جازمين في إدارة مركز نفح منذ تأسيس المركز قبل 5 سنوات تقريبا، وفي هذا الجانب كلمة شكر لا بد منها للدكتور محمد الصيام الذي رافقنا منذ بداية تأسيس المركز، حيث أن التخصصات لم تكن موجودة، ساعدنا في اعتماد تخصصات مركز نفح واعتمادها كدبلومات تمنح بها شهادة رسمية. سبب اختيار هذه التخصصات أننا نعتقد جازمين أن سبب استمرار بعض المآسي عندنا كشعب فلسطيني هو شح المعلومات أو القراءة المغلوطة للواقع الإسرائيلي، لواقع الاحتلال. لازلنا حتى هذه اللحظة وبعد ما يقارب من 100 عام على نكبة فلسطين والعرب لازلنا نحاول جاهدين الثبات ليس التقدم. للأسف القضية الفلسطينية تعيش واقع صعب ومرير، ونعتقد أن سبب صعوبة الواقع هو القراءة المغلوطة على مدار السنوات الماضية. معلومة، ما يترجم عما يصدر من الإعلام العبري لا يصل إلى 2% مما يصدر بشكل يومي، لا يصل إلى 2% مما يصدر بشكل يومي. هذا جانب. الجانب الآخر أن بعض الترجمات مغلوطة، سواء بإدخال العاطفة في الترجمة أو لعدم مهنية المترجمين. جزئية أخرى، قلة من يتقنون اللغة العبرية. نحن كفلسطينيين الجميع يقول من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، نرددها جميعا سواء عبر المنابر أو عبر المنصات، لكن بشكل فعلي حتى الآن لا توجد استراتيجية أو قرار رسمي بضرورة تعلم هذه اللغة. بالمقابل المدارس الإسرائيلية تعليم اللغة العربية إلزامي من الصف الرابع الابتدائي، بالتالي هذا الواقع أوجد قراءة سليمة عند العدو وقراءة مغلوطة عندنا، ندفع ثمنها مآسي متكررة عند الشعب الفلسطيني. نعمل من خلال مركز نفحة بالتعاون مع جامعة فلسطين وتقديم الدبلومات في هذا الجانب أن نتقدم خطوة للإمام ليكون عندنا قراءة سليمة لكافة الجهات المعنية بالتعامل مع الاحتلال أو العدو أو الكيان الصهيوني أو المجتمع الإسرائيلي. فيما يتعلق بالفئة المستهدفة من هذه العملية، موضوع البث عبر منصة بث افتراضي إلكترونية، بصراحة نستهدف العرب في كل مكان وحتى المهتمين خارج غزة تحديدا الضفة الغربية 48 وخارج فلسطين بشكل عام. مع ذلك سيكون البث متاح أيضا لمن يرغب بالالتحاق من داخل قطاع غزة، لكن الفئة المستهدفة بشكل أساسي هي المهتمين بالقضية الفلسطينية وشأن الإسرائيلي من خارج قطاع غزة. شكر وتقدير ووفاء كلمات لا بد منها. أولا أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لجامعة فلسطين ممثلة برئيسها دكتور سالم صباح، وأؤكد على ما تفضل به الدكتور محمد أبو سعدة. بدون مجاملة قد تكون المعاملة الأسرع في حياتي، وأنا أبلغ من عمر 46 عام، قد تكون المعاملة الأسرع التي قمت بإنجازها هي اتفاقية التعاون بين مركز نفحة لدراسات الأسرى والشؤون الإسرائيلية وجامعة فلسطين، حيث من أول ما طرحنا الفكرة على الدكتور سالم رحب بنا كمركز ورحب بنا كأسرى محررين، وتم الاتفاق بشكل مبدئي، ثم جلسنا على التفاصيل ووجدنا منهم كل حب واحترام وتقدير وتعاون. لذلك
أجدد شكري وتقديري واحترامي لجامعة فلسطين سواء مجلس الأمناء أو الطاقم الإداري والأكاديمي، فلهم منا كل الحب والاحترام والتقدير. كذلك أكرر شكري لوزارة التربية والتعليم ممثلة بالدكتور محمد الصيام الذين لم يتوانوا عن تقديم العون لنا بشكل خاص في مركز نفحة والتخصصات المميزة نوعا ما أو الغريبة ولم تكن موجودة قبل أن نطالب باعتمادها من خلال الوزارة، فدللوا لنا كافة الصعاب ولم نتوجه لهم بطلب إلا ولقينا كل ترحيب وتقدير، فنجدد شكرنا واحترامنا وتقديرنا لوزارة التربية والتعليم. كذلك كلمة شكر وحب واحترام وتقدير لمركز نفحة ممثلا بمديرته الأستاذة إيمان بن سعيد والطاقم الإداري والأكاديمي في المركز، والذين لولا جهودهم وصبرهم معنا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من نجاحات سواء في السنوات السابقة وصولا إلى إطلاق هذه المنصة. كذلك كلمة شكر لابد منها للأستاذة الكريمة هدى عابد التي تابعت معنا منذ اللحظة الأولى فكرة إطلاق هذه المنصة الإلكترونية، وكان لها جهد كبير في التنسيق والترتيب والتواصل سواء داخليا أو خارجيا. كما أجدد شكري وامتناني ومحبتي لكل من تكرم بالحضور معنا لحضور هذا الاحتفال، أهلي الكرام الوالد والوالدة وإخواني، كذلك أقارب عائلة الفريد التي لم تتوانى يوما عن تقديم العون والمساندة لي، كذلك المخابير وكل من حضر، أهالي دير البلح الكرام كل المحبة والتقدير، كذلك طلاب جامعات فلسطين وطلاب جامعة نفحة، كذلك الإعلاميين الذين حضروا للتغطية في هذا اليوم. وقبل الختام كلمة وفاء دائمة ومن هنا من جامعة فلسطين من قلب غزة الصابرة الصامدة، تحية إجلال وإكبار للأسود الراقبة خلف القضبان أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ونسأل الله عز وجل أن نحتفل بهم قريبا محررين مكرمين معززين بإذنه تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا وأن يعافي جرحانا وأن يفك قيد أسرانا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر مدير مركز نفحة الأستاذ أحمد الفليح. بسم الله عزما، بسم الله خطوة خطوة، اليوم ننطلق في إطلاق أول منصة لتعليم الإلكتروني. بسم الله بجهودكم وبأفكاركم وبعزمكم وقلوبكم التي لا تلين، وهنا قد طويت سفينتنا اليوم حتى يقال للمحسن أحسن، إن الذي صنع الكرامة يكرم. شكرا لكل من كان حاضرا معنا اليوم ضيفا وطيفا حرفا وقلما فكرة وخطوة، شكرا لكم جميعا. ومن هنا مع أسرانا البواسل في كل خطوة ولأجلهم وبهم ومعهم، سنخطو خطوة خطوة لتكون رسالة عالمية للعالم أجمع أن هنا من غزة إلى العالم أجمع، هنا غزة، هنا الصبر وهنا الصمود وهنا العزم والعظيمة التي لا تلين. يا أسرانا البواسل ولكم كل تحية، لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.